وإحنا فرحانين وجودكم بالوسط. أهلا وسهلا فيكم معنا هذا اليوم باسم وسلطان الرب يسوع المسيح. قام حب رحب بالجميع أيضا. أي شخص يجي الأول مرة في هون؟ أول مرة حدا جاي؟ بس سامي وجورج. أمين. هللويا. مبارك اسم الرب. رح نأخذ مقطع بسيط من كلمة الرب من واحد كورنثوس، رسالة كورنثوس الأولى إصحاح 15. اللي يقدر يوقف كرامة لكلمة الرب، واللي ما بيقدر لأسباب صحية ممكن تسلس في محلك والرب يعرف قلبك. كورنثوس الأولى إصحاح 15 ابتداء من العدد 12 إلى العدد 22. ولكن إن كان المسيح يكرز به إنه قام من الأموات، فكيف يقول قوم بينكم إن ليس قيامة أموات؟ فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم، ونوجد نحن أيضا شهود زور لله، لأننا شهدنا من جهة الله إنه أقام المسيح وهو لم يقمه إن كان الموتى لا يقومون، لأنه إن كان الموتى لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم. أنتم بعد في خطاياكم. إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس، ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين، فإنه إذ الموت بإنسان أيضا قيامة الأموات، لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع. آمين. هاللويا. تفضلوا استراحوا. رب يبارككم. شكرا لأجل الوقوف. اللي يحتاج ترجمة بالإنجليزي موجود ترجمة أيضا مباشرة، فكل التسهيلات متواجدة ومتوفرة هذا اليوم. أمين. هللويا. هللويا. فرحانين بالتسبيح الحلو اللي أطلق الرب علينا هذا اليوم. رسالتي تحت عنوان قوة القيامة. أنا يعجبني دائما الكلام اللي أحكيه أخليه موجود أمامك، حتى لو كان في صعوبة في فهم اللغة ممكن تقرأ الكلمات الهامة. قوة القيامة. المسيح قام، حقا قام. سبحنا هذه الترنيمة من دقائق وكنا فرحانين بهذا الإعلان، وأنا بسميه إعلان. ليه بسميه إعلان؟ لأنه هو مش مجرد أمر حصل من 2000 سنة وإحنا كل سنة نجتمع نكرر هذا الكلام. لا، مش هذا موضوع إيماننا. موضوع إيماننا الحقيقي هو إحنا بنعلن إعلان أبدي صار له 2000 سنة وسيستمر إلى الأبد. صار له 2000 سنة ويستمر إلى ما لا نهاية. ليه يستمر لما لا نهاية؟ لأنه هذا الإعلان احتوى على أمر هام جدا. تعرفوا القيامة فيها معنيين أو ثلاث معاني. أول معنى رائع جدا، هيك أنا لما بقرأ هذا المعنى من عبرانيين قلبي بيتفتح. يقول في رسالة العبرانيين إصحاح 10 عدد 19، يقول فأذلنا أيها الأخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده. عارفين القيامة شو عملت؟ القيامة عملت هذا الباب انفتح. هذا الباب انفتح. القيامة هو باب، هو باب، هو طريق، هو ممر اتفتح من بين الأرض والسماء. أكرر، القيامة معناها في باب، في طريق جديد. هذا الطريق ما كان موجود، ما كان معلن، ما كان معروف. هذا الباب اتفتح. هذا الباب لما اتفتح من خلال موت يسوع، من خلال جسد يسوع، زي ما انفتح الحجاب جوات الهيكل. فاكرين الحجاب؟ شوفوا الآية شو بتقول. طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده. ففي باب انفتح. هذا الباب انفتح شو عمل؟ أعطانا كمؤمنين بدم المسيح، أعطانا ككنيسة يسوع الحرية بالتحرك بالانتقال من الأرض إلى السماء من خلال عمل يسوع في الصليب. فأول موضوع هام جدا أقول لك اليوم عليه أنه القيامة هي باب، هي طريق فتح من خلال دم يسوع لأجل أن يعبر المؤمنين المفديين ويمتلكون السماء. المؤمن مش راح يجتاز في الموت
لأن الموت كان في يسوع ويسوع قام من الموت، فالمؤمن اللي يؤمن بقيامة يسوع هو بيعدي من هذا الباب اللي هو جسد يسوع ويتحرك مباشرة إلى السماء. هذا السبب، شوف دائما الناس بتفكر في يوم الجمعة العظيمة هي جمعة أحزان. ليه جمعة أحزان؟ لأنه بقول لك يسوع مات في هذا اليوم، يسوع صلب في هذا اليوم، يسوع تألم في هذا اليوم. صح، يسوع صلب ومات وتألم، هذا صار من 2000 سنة، لكن بعد هذا التاريخ إلى هذا اليوم أصبح موت وقيامة وصلب يسوع هو أعلان أنا بجتاز فيه بالفرح وليس بالحزن، لأنه إلهنا ليس إله أموات بل إله أحياء. ناس كثيرة تفكر خليني أحزن، أشوف الصليب وأشوف الكليل الشوك وأشوف الطعنات وأشوف كل هذه الأشياء وبفكر أنه هذا الموضوع خليني أحزن على يسوع. عارف يسوع ليه صلب؟ عارف يسوع ليه جلد؟ عارفين يسوع ليه طعن؟ عارفين يسوع ليه شال كليل شوك؟ لأنه على قلبه أن يرفع عنك الحزن، يرفع عنك المرض، يرفع عنك التعب، يرفع عنك الأعياء، يرفع عنك أهم شيء، يرفع عنك الموت. يسوع مات حتى أنت تعيش، فلا تحزن. يسوع مات حتى أنت يكون لك الأفضل. يسوع مات حتى ينقلك من هذه البوابة، من حياة الموت والتعب والألم والحزن، ويدخل فيك مباشرة إلى القدس الأقداس، يدخل فيك مباشرة يخليك أمام العرش. تخيل نفسك اليوم يسوع عم ينقلك من خلال موته ويقول لك أنا بدي أوقفك قدام الآب، بدي أوقفك قدام الحضور الإلهي. موسى لما وقف قدام الحضور الإلهي شو حصل في وجهه؟ بدأ يلمع، تغير هيئته. يسوع لما وقف بالتجلي شو حصل في وجهه؟ يبرق، أصبح بريح. المؤمن لما يؤمن بالقيامة هو بيوقف قدام مجد الله الآب، هو بيوقف قدام العرش، هو بيوقف قدام الحضور. فوجهك لازم يبرق، وجهك لازم يلمع، وجهك لازم يطلع منه القوة القيامة حتى تقدر تقول أنا فعلا أنا أختبر هذا الإعلان في حياتي. أنا مش جاي أحكي لك عن قصة ولا حدث والناس اختلفت، إحنا بهذا العيد وفلان بهذا العيد، ويسوع مات بهذا التاريخ ويسوع مات بهذا التاريخ. اسمعني، يسوع ما له تاريخ للموت ولا له تاريخ للولادة. يسوع تاريخ ولادته وتاريخ موته هو أعلان أبدي إلك حتى أنت تمتلك حياة أبدية ويكون إلك نصرة وغلبة من خلال إيمانك بموت وقيامة يسوع. أعلان أبدي، هذا اللي قاله الكتاب وهذا اللي حكى فيه. بتشوف القبر الفارغ؟ قبر فارغ. ليه قبر فارغ؟ أين يسوع؟ لماذا تطلبنا الحياة بين الأموات؟ عارفين كل الديانات يؤمنون أنه في حياة بعد الموت، أغلب، حتى لنكون أغلب الديانات. اليهود يؤمنون أنه في حياة بعد الموت، المسلمين يؤمنون أنه في حياة بعد الموت، والمسيحيين شو يؤمنوا؟ في حياة بعد الموت. لكن المسيح شو عمل؟ نقل هذه الحياة من السماء إلى الأرض. الكل يؤمن في حياة بعد الموت لكن بالسماء. اوعى تقول لي حدا قام من الأموات ومشي على الأرض وتكلم ومسك الناس وحكى وبشر وخبر الناس عن أمور وأسرار كثيرة. لا تقول لي، قل لي مات أقول لك أوكي، قل لي المسيح مات أؤمن وأقتنع، قل لي المسيح صلب أقول لك معلش أقبلها، بس اوعى تقول لي المسيح قام. الفرق بينك وبين الآخرين إنه يسوع إلهك وإلهي، لما مات قام أصبح حي، هو موجود معنا الآن حاضر في هذا الاجتماع، لأنه مكتوب أن اجتمع 2 أو 3 باسمي أكون أنا في الوسط. في عدو، في عدو، قال عنه الكتاب المقدس عدو للمسيح وعدو إلي وإلك. مين هذا العدو؟ العدو هو إبليس، لكن في عدو آخر أقوى منه. 1 كورنثوس شو بيقول؟ يقول آخر عدو يبطل، شو هو؟ الموت. هو يبطل ولا يهزم؟ هو العدو يبطل ولا يهزم؟ العدو لو هزم ممكن يتشدد ويرجع يحاربك،
لكن هذه الآية ما تقول العدو يهزم، تقول العدو يبطل. وباللغة الأصلية باللغة اليونانية معناها العدو يشل عن الحركة، يصبح مشلول بشكل كامل بحيث أنه ما يقدر يقوم ويتحرك ضدك مرة أخرى، لأنه يسوع شال هذا العدو من على حياتك، وأصبح الموت مشلول قدام يسوع وقدام كنيسة يسوع المفدية. آية بتقول 1 كورنثوس 15 بتقول فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وين قوة الموت؟ أين قوة الموت؟ الخطية. رب يسوع يقول لك الخطيئة انتهت، أنا رفعتها عن الصليب. رب يسوع بيقول لك الموت ما ضل له قوة على حياتك. هل إيماني بالقيامة ضروري؟ إيماني بالقيامة ضروري؟ نعم، إيماني بالقيامة ضروري جدا جدا جدا. ليه ضروري جدا جدا؟ لأنه أفسس 2:6 هذا الآية رائعة جدا جدا. شوف هذه الآية اللي يحكي عنها الرب عمل معجزة في الكنيسة في المؤمنين. أفسس 2:6 يقول هذه الكلمات، لما يسوع قام من الأموات شو عمل؟ تركنا على الأرض، ما هيك؟ شو عمل يسوع لما قام من الأموات؟ أقامنا معه، أجلسنا معه في السماويات. قام وأجلسنا معه في السماويات. يعني تبح على كلامي، يسوع لما قام وجيت أنت آمنت بهذه القيامة، أنت لساتك على الأرض بتمشي وبتتحرك وبتعيش حياتك، لكن أنت بنظر يسوع، بنظر الروح القدس، أنت متت وقمت وأنت موجود في السماويات، وأنت جالس عن يمين الله الآب، وأنت متحد مع المسيح. وكأنه بيقول لك الفرق بينك وبين الآخرين أنه الذي مات من الأنبياء، اللي مات من الرسل، اللي مات من المعلمين، اللي مات من كل العالم، ما قدر يقوم ويمشي ويعيش، لكن اللي مات في المسيح يسوع، المسيح شو عمل معه؟ أقامه، هو لساته على الأرض، هو جالس بنفس الوقت في السماويات. لساتك على الأرض، لساتني عايش وبشوف الناس، لكنه العدو اللي كان بيرعبني لسنين وبيرعب كل الناس وبيخوف كل الناس، حتى لما تسأل الناس ده من شو خايف؟ لك أنا خايف من الموت، أنا خايف لأموت، أنا خايف لأترك أولادي، أنا خايف ليحصل فيا أمر معين، أنا خايف لأظل وحيد، أنا خايف. أقول لك أنت بتتكلم بعدم إيمان، سامحني. العدو اللي كان يخوفك ابتلع، مشلول. تقف قدام الموت تقول له انت مشلول، انت ما عندك قدرة لا جسدية ولا قوة ضدي، لاني انا مقام مع المسيح يسوع. انا هذه رسالتي بسيطة، راح ادخل في الجزء الاخير من عنده. بدي اقول لك الناس عشان هيك ما بتقبل قيامة يسوع وبتوقف ضد قيامة يسوع، توقف تقول لك احكي لي اي شيء، بس لا تحكي لي انه يسوع قام، لا تحكي لي انه الله مات وقام، لا تحكي لي بهاي الطريقة. اقول لك بولس قال في 5 مشاكل في الكنيسة، راح اقولها بسرعة اللي قريناها بالشاهد الاول. قال لو لم يكن المسيح قد قام، في 5 امور مهمة جدا، هذه الامور قاعدة خدها للكنيسة. اول امر قال لو لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم. لو المسيح ما قام، كل اللي احنا بنحكي فيه وكل هاي الكنائس حوالين العالم وكل هذا الإيمان اللي بينادي فيه كله ما له قيمة، ونصبح احنا شهود زور لأنه شهدنا عن يسوع قام، ويصبح احنا ما زلنا في خطايانا. يبقى خلي قدامك شيء آخر هام جدا وأختم فيه. يسوع قام حتى يعطيك مكان بالسماء، يسوع قام حتى يفتح لك باب تقدر تدخل فيه من خلال إيمانك المسيحي للسماء. يسوع قام حتى يقول لك إنه كل الخطايا اللي كانت ماسكة فيك عبر كل السنين بكل أشكالها بكل ألوانها بكل طريقتها، أنا شلتها رفعتها من على كاهلك على الصليب، وأعطيتك بالمقابل سك اسمه سك البراءة، فأنت أصبحت الآن مبرر بسبب
موت وقيامة يسوع. قديه بيحبني وبيحبك يسوع، قديه عمق المحبة، قديه احنا مش قادرين نقدر الموت والقيامة. تجي ايام نزعل ونتضايق ونقول هذه الحياة مش حلوة، هذه الحياة فيها ضغوطات كثير. نعم، حياة فيها ضغوطات، الحياة فيها ألم، حياة فيها اختبارات، حياة فيها صعوبات، لكن بالمقابل أنا عندي رجاء، أنا عندي أمل، أنا عندي يسوع المقام، أنا لازم أفرح بيسوع. هذا مش كلام، هذا إعلان، هاي حياة أنا لازم أعيشها. الإنسان الخاطي هو إنسان يعيش طول حياته عبد، طول حياته مقيد، طول حياته مثقل، ليه؟ شايل على أكتافه ثقل، شايل على أكتافه حمل، مش عارف يتخلص من عنده. لكن يسوع يقول لك هذا اليوم كلمات هامة جدا، أنا رفعت عنك كل اللي أنت شايله على ظهرك، كل اللي أنت مثقل فيه، كل اللي أنت متعب فيه، كل اللي أنت عامل على حياتك إرهاق وخليك عايش بكآبة بتعس، مش قادر تعرف يومك، تاكل وبتشرب وبيخلص يومك كأنك عايش بهاي الطريقة. أقول لك المسيح ما خلقك فقط حتى تاكل وتشرب، المسيح خلقك في هذه الحياة حتى يعيش معك الحياة الأبدية بالكامل في السماء بهاي الطريقة اللي هو اختارها لك. أديه تقدر تؤمن بيسوع؟ أديه تقدر تؤمن هذا اليوم؟ أنا وبرنم بدي أشارك في شيء. أنا وبرنم جواتي كان سؤال، مش إلي، هو سؤال إلنا، سؤال إلنا. كم مرة حضرت أحد القيامة؟ يمكن عشرات المرات. كم مرة سمعت وعظ؟ كم مرة سمعت ترنيم وتسبيح عن قيامة يسوع؟ أديه أنت اليوم متأكد، أديه أنت متأكد جواتك أنك ترد على هذا السؤال. هاي اللحظة لو حصل ورب ناداني، هل فعلا أنا عندي الجارنتي، عندي اليقين أني طالع للسماء وراح أكون فعلا مع الرب يسوع كل أيام حياتي؟ ليه بتقولوا نعم؟ مين ادك هذا الجارنتي؟ من وين أخذته؟ من الكلمة. يسوع قال لي أنا معك كل الأيام، يسوع قال لي أنا مش راح أتغير، يسوع قال لي أنا مش بكذب في وعودي. يسوع قال اللي يقبلني، اللي يفتح قلبه ويقبلني رب ومخلص وسيد على حياته، هذا الإنسان راح يكون له حياة أبدية. طب يا رب مش محتاج شوية أصوم؟ مش محتاج شوية أعمال صالحة؟ مش محتاج أعطي؟ مش محتاج أعمل التزامات دينية؟ يقول لك الرب هذا اللي أنت بدك تعمله يجي نتيجة إيمانك وليس هو باب للدخول إلى السماء. طب يا رب شو اللي بيدخلني للسماء؟ شو اللي بيفتح لي هذا الباب؟ شو اللي بيفتح لك ويفتح لي هذا الباب؟ قال الرب يسوع دخل قبلنا، سابق لنا، أنفتح لنا طريق، أنفتح لنا باب، وقال أنا هو الطريق والحق والحياة، لا يقدر أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي. خلونا نصلي. اسكب قلبك الآن، خد دقائق. هذه الآيات اللي سمعتها مني في عيد القيامة، غمض عينك وأحني رأسك لدقائق وقول للرب يسوع هذه الكلمات وخليها تطلع من جواتك. لأني أنا شاعر اليوم شخصيا أنه في أشخاص بيننا، في يمكن إنسان واحد بيننا الرب خلى إيده عليه وقال أنت ابني، أنا ما جبتك هون صدفة، أنا جبتك هون حتى أقول لك أني بحبك. برغم كل الظروف اللي أنت اجتزت فيها، برغم كل الاختبارات الصعبة اللي في حياتك، برغم كل المآسي، برغم يمكن تكون أنت خسرت، تألمت، تركت نفسك، ضيعت أشياء كثيرة، لكن بدي أقول لك اليوم أنا اخترتك ولم أرفضك، أنا اخترتك ولم أرفضك، أنا حبيتك برغم كل عيوبك، أنا جبتك مخصوص لأنه اليوم هو يوم خلاصك. إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. صلي بداخلك، قل يا رب يسوع أنا من كل قلبي أجي عندك أعطيك حياتي. في ترنيمة بتقول هل أطرق بابك بعد ضياع الكلي، أو يصلح أن أقترب إليك بذلي.
ضيعت أنا فرحتي مني بجهلي، قد كنت حبيبي وخلي أنت بل أهلي. صلي الآن، قل يا رب أنا بجدد عهدي معك، أنا بفتح قلبي إليك، أنا أؤمن بموتك وقيامتك، أنا أصدق يا رب أنت الوحيد اللي ممكن أصدقك يا رب في هذا العالم، أنك أتيت لأجلي، افتديتني على عود الصليب، اشتريتني. مكتوب الرب اشتراك بدمه. مكتوب قيمتك مش فدية فلوس، مش فدية مادية. افتداك بدمه، اشتراك بدمه، أخذك من 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 العالم والخطيئة، وكان راح تروح على الجحيم، وأعطاك حياة أبدية، ومات حتى أنت تعيش. هاليلويا هاليلويا. قل يا رب أقبلك رب مخلص على حياتي. أنت سيدي، أنت إلهي، لا شيء غيرك. أنا أعطيك حياتي بالكامل، أسلمك قلبي بالكامل في اسم يسوع. آمين. أترك بابك بعد ضياع الكل، أو يصلح أن أقترب إليك بذلي؟ ضيعت أنا فرحتي مني بجهلي، قد كنت حبيبي وخلي أنت بل أهلي. تركتك لكني أعود فترحمني، ولا بيدي إلا الوعد ليسطرني، والقلب بأحشائي يناديك اجبرني. أشتاق لحضن الآب وعطفه يقبلني، جملني فقبحي قد ذهب حتى الأحشاء، وسواد الليل تسرب في انتشر الداء. أشتاق لخالق من عدم يدعو الأشياء، فيغير قلبي ويلبسني حللا بيضاء، حللا بيضاء. هللويا. هاليوم رب يغسلك، طهرك، تطلع من هذه الكنيسة وانت لك حياة أبدية، لك حياة جديدة. افرح بالرب، هو وعد وهو أمين. أنا معكم.